يا صحبة الخير، يا نخبة الإيمان، لله أسلمتم للواحد الديان والمصطفى الهادي، كنتم له إخوان. السلام عليكم أصدقائي، اليوم سحب الحلقة 28 من برنامج نجوم من الصحابة. راعي هذه الحلقة اليوم هو مطعم ليوان للمأكولات الشرقية والعربية. طبعا السحب كالعادة، الأسماء كلهم موجودين هون، رح نحن نعمل شوي حركة حتى نضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي الأسماء بسم الله، نرجع نحركهم بإيدينا كمان هون. بسم الله، رح نختار الاسم مع بعض. هات بسم الله الرحمن الرحيم. كريمة، كريمة أنت الرابحة بهذه الحلقة، ألف مبروك. إن شاء الله حظ أوفر للي ما ربح، لسه في لنهاية رمضان وقت. نشوفكم على خير، والله يتقبل رمضان كريم من مطعم ليوان. سلامات.